شريف رفيع، عمري 34 سنة، ساكنة في حي الزيتون في الزيتون غزة الزيتون. وإحنا سكان غزة نعتمد على الخبز اليومي بشكل يعني أساسي في كل يوم، يعني الخبز بأساسي إلنا نحتاجه عشان أطفالنا وإلنا، وهو يعني اعتمادنا اليومي عليه، إنه دائما يتذكرونا بفعل الخير ويجيبوا لنا خبز ويجيبوا لنا يعني معونات شبيهة لذلك. هو في خبز الردة وفي الخبز الأبيض وفي الخبز الأسود، إحنا بنحب الخبز يعني الأبيض هو الاعتماد اليومي عليه. يا رب خلي شعب الأندلسي وخلينا إياه ودائما يفتكرنا بالخير، وجزاء الله كل خير، بارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير، والله يجعلهم في ميزان حسناتهم.